ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين فقراتنا عن الفاشن والموضه للمحجبات. طبعا كل مننا لما بيجي ينزل يعمل شوبينج اكيد بيختار اللبس المناسب ليه، وخصوصا المحجبات بتختار اللبس المناسب الفضفاض الواسع اللي يناسب الحجاب بتاعها. النهارده مش هتلفوا ولا هتدوروا ولا تروحوا حته بعيد، النهارده جبنا لكم ديزاينر كبير جدا مهتميه بلبس المحجبات، الفاشون والموضه والخامات والماتيريال كويسه جدا. معانا ومعاكم النهارده استاذه رانيا مراد، صاحبه بيج رانيا مراد فاشون للمحجبات. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه رانيا. اهلا وسهلا، منوراني النهارده في اسرار الحياه. ده نورك والله، ربنا يخليكي. في البدايه عايزه تعرفي نفسك. انا رانيا مراد، بكالوريوس تجاره، مدرسه البر. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الفاشون هوايه، مش جات لك بقى الفكره ازاي انت تشتغلي في المجال ده؟ هو حب، يعني هو حب في اللبس عامه، وان اللبس الفضفاض عامه وعموما يعني ان هو يبقى كمان شيك، ده قليل جدا. فجت لي الفكره من كده، ان كذا حد مثلا يسالني طب ده منين، طب ده عامله ازاي، فهي كلها افكار، وانا اساسا بحب يعني الافكار المختلفه اكيد. فهي جت معايا كده، وبدات فعلا من شهر 7 السنه اللي فاتت، والحمد لله يعني نال اعجاب ناس كتيره. عايزه تكلميني، انت بقالك سنه في المجال ده وحققتي النجاح الكبير ده، وكميه الصور والديزاينر اللي حضرتك حطاه، والله ده توفيق من ربنا يعني، مش ده شغل سنين مش شغل سنه. ربنا يخليك يا رب. انت عارفه يا استاذه رانيا ان اهم حاجه في لبس المحجبات ان احنا فعلا لما بننزل نشتري لبس ليه ده فلازم يناسب الحجاب بتاعنا. المحجبات بتنزل جدا، بتفضل تدور يمين وشمال ومش لاقيه حاجه تناسبها، فكون حضرتك ان انت تهتمي بالمحجبات بالذات ده كويس جدا. يعني ناس كتيره سالتنا احنا عايزين، احنا محجبين ومش لاقيين اصلا لبس كويس او ماشي مع الموضه يعني. فانا لما دخلت على البيج بتاعك لقيت الحاجه كويسه جدا، مناسبه مع الموضه وفي نفس الوقت شيك وفضفاضه وتناسب العصر بتاعنا. والله انا بدات بنفسي، يعني انا بدات ان انا يعني اول ما بدات اغير لبسي فواجهتني طبعا المشكله دي برضو، ان السوق كله فيه اللبس مش هو يعني لبس بس مش مناسب للحجاب بنسبه كبيره جدا. فبدات اشتغل على الفكره دي، والحمد لله يعني كانت نقله كويسه في حياتي عموما يعني. الحمد لله. مين اللي شجعك على الفكره دي؟ من اول الناس اللي شجعوك؟ والله طبعا يعني الفضل لربنا ده اول حاجه، ثم مامتي طبعا، يعني هي بتشجعني في كل حاجه بجد يعني، ربنا يخليها ليا، واخواتي والناس المقربين ليا، وطبعا في حد كده هذكر اسمه طبعا أكيد. هي في مقام مامتي يا طنط اماني، فهي كانت يعني الناس اللي شجعتك. بدات الخطوه معاها، قلت لها ايه رايك اعمل كذا واعمل كذا، واتكلمت معاها قالت لي لا تمام يلا مع بعض يلا. وشجعتني حلو جدا. الحماس حلو. لا شجعتني جدا جدا يعني. ف يعني حابه اشكر طبعا مامتي واخواتي وطنط اماني وكل طبعا يعني الناس كلها اللي شجعتني على الخطوه وقالت لي حلو جدا وكملي واستمري. فالحمد لله يعني ناس كتيره والله، مش ما اقدرش عشان بس ما اظلمش حد، ناس كتيره جدا. لا ناس كتيره جدا. في البدايه انا عايزه اعرف المجال اللي انت دخلتيه ده، الفاشن والتصميمات الجميله، هوايه ولا دراسه؟ هوايه والله. مش معقول. عشان لا والله هوايه، هي يعني هوايه، لان انا كل الحاجات الجميله ديت هوايه. كل اللي انت تمسكي المقص وتعملي لا هو مبدئيا هو يعني لا هو انا بصمم بس، حته ان انا امسك مقص دي لا دي بتبقى تصميمات وهم بيظبطوا بينفذوا طبعا. في ناس يعني مشكورين جدا جدا ان هم بينفذوا لي الديزاين بتاعي، وطبعا نادرا جدا لما بمسك مقص طبعا، يعني مش هقول لك التصميم برضو في حد ذاته صعب جدا والله. هي سبحان الله انا ممكن اقف قدام القماشه يعني اجيب التخيل بتاعها، بس يعني هي مش بتاخد مني وقت. على فكره التصميم ذات نفسه مش بياخد مني وقت قد الشغل، قد ان انت تجيبي ماتيريال كويسه أكيد. ان انت التقفيل بتاع الحته ذات نفسها تروح للزبونه، لان طبعا اغلب الماتيريال لا واغلب الناس بتخاف من موضوع الاونلاين كتير، فدي حطيت انا عليها يعني ان الناس بتخاف فعلا تشتري من اونلاين. احنا بنقول لهم يا جماعه الاونلاين كويس وبيناسب العصر اللي احنا فيه دلوقتي. لا والله لا الحمد لله. لا الحمد انا عايزه اقول لك بقى مفاجاه، احنا من ضمن الحاجات اللي احنا عرفناها او انا شفتها شخصيا ان في محلات قماش حاطه صورتك بالتصميم بتاعك
عايزه اقول لهم يا جماعه الاستاذه رانيا دي جايه معايا، انتوا جبتوا صورتها منين؟ وحاطين فعلا القماشه بالعبايه ونفس التصميم. فرحت جدا ان انا لقيت ان البيج بدا يتشهر، الناس بدات تاخد التصميمات وتقول لهم، يعني بتقول لهم اعملوا لا القماشه دي ينفع الستايل ده عليها. فعلا حصل فعلا. يعني انا استغربت جدا وقلت سبحان الله يعني. لا وفي ناس فعلا رجعت لي، يعني في ناس يعني اصحاب محلات استاذنوا قلت لهم عادي مفيش اي مشكله خالص. والحمد لله. بس دي حاجه تفرحك اصلا طبعا. لا لا جدا، لا جدا طبعا، ويحطوها. لا جدا دي حاجه تفرحني. ايوه طبعا دي حاجه تفرحني جدا يعني. طيب انا عايزه اعرف بقى الفينش والماتيريال والخامات. انت بتجيبي الخامات وهم وتصمميها وهم بيدوك الاوردر عشان تودي مثلا تتصلي بالعميل وتروح الاوردر. طيب الخامات والماتيريال، ايه اهم حاجه بيميز البيج بتاعك عن البيجات الاخرى في الخامات والماتيريال؟ هو انا بحاول ان انا ما اكررش يعني خامه، ولو قررت خامه منتشره بكررها بديزاين مختلف. ده اول حاجه. تاني حاجه بعمل من الموديل قطعه او اتنين، يعني مش بكتر عن كده. معقوله قطعه او اتنين؟ نادرا جدا جدا يعني، لما بعمل كذا قطعه وده بيبقى طلب منهم يعني. لكن انا في الطبيعي مش بعمل اكتر من قطعتين. لان انا اساسا لما بروح اشتري الماتيريال بتبقى يعني بشتري قطعه او اتنين او يعني من كل لون، مش بكتر يعني. طيب انا بحب اميز نفسي بكده يعني. ايه التصميم اللي عملتيه ونال اعجاب ناس كتيره؟ يعني بتعملتي كتير منه ولسه عايزه تعملي تاني؟ لا لسه عايزه اعمل منه تاني دي. لا هو الحمد لله ان انا متميزه في شغل الاسبورت في المحجبات، حلوه جدا، والماتيريال حلوه جدا كمان. اكيد ده حاجه انا متميزه فيها الحمد لله والله. وصدفت معايا في رمضان عبايه هي اللي يعني اكتسحت بطريقه غريبه يعني، اتعمل منها حتى دي الحاجه الوحيده اللي اتعمل منها تقريبا فوق العشرة. معقوله؟ يعني ريحت ناس كتيره. لا دي حقيقه مش عارفه، هي جت كده من عند ربنا. فسبحان الله هي لا الناس عجبها الديزاين وعايزه تعمله بالظبط. طيب شغل زي حضرتك بتاع التصميمات ده بياخد وقت؟ يعني دلوقتي انا جيت لك انا عايزه مثلا اصمم عبايه، بياخد وقت قد ايه؟ لا مش بياخد وقت كتير لو الخامات متاحه، الخامات الكويسه متاحه، والورشه اللي بنفذ فيها متاح برضو الوقت. ده بيخلص ممكن في يوم او اتنين يعني، ده كتير قوي. اكيد. لكن لما بكون بجهز كوليكشن كبير ده مش اقل من 15 يوم عشان ابدا اعرض. لان انا كمان انا اللي بصور بنفسي وكده يعني، انا ممكن استلم التصميم بتاعي خلال يوم او اتنين على طول. بالظبط لو الخامات موجوده ومتوفره. ايه اكتر مشكله واجهتك في المجال ده؟ اكيد في مشاكل يعني. في مشاكل واجهتك في طبعا. المجال طبعا. ايه هي بقى؟ لما تكوني يعني ملتزمه باوردرات والورشه اللي انت بتنفذي فيها مش متاح العماله ان هم يكفوك الاوردر اللي انت طالبه. فدي طبعا يعني بحاول يا اما بعتذر، لان ما اقدرش برضو اغير حد واجيب حد برضو طبعاً يشتغل طبعا بجوده اقل، فبلغي او باجل. لكن انا مش بستعجل عامه في الاوردر. معانا مداخله استاذه نهى. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معاكي النهارده الديزاينر الكبير رانيا مراد. اهلا بيها دون القمر. ربنا يخليك. عايزين بقى نتكلم عن البيج بتاعها والخامات والماتيريال، يعني بس قولي الصراحه. لا والله بجد الخامه بتاعتها كانت تحفه جدا، والترنج كان فظيع بجد. حبيبتي انا والله. يعني الوقت انظم الوقت عملته بسرعه وبعته؟ لا ده الوقت كان جميل جدا. انا عايشه في القاهره وكنت نازله يومين وكان مزنوقه كده في ترنج سبورت، وقلت لها رانيا عشان خاطري، كنت اول معامله معاها سبحان الله. قلت لها بعد اذنك عايزاها في خلال اليومين دول. والله بجد يومين ثلاثه كان عندي. الحمد لله. الحمد لله. والخامات والماتيريال ايه رايك فيها؟ تحفه. جميل جدا والله بجد، بضمه جامده يعني والله. مفيش حد اصلا قابلني يعني، كنت في ايفنت كده مع دعاء فاروق. مفيش حد قابلني هناك قال لي الترند ده منين. طب حلو جدا. حتى لما نزلت صور انا على البي جي بتاعتها. ايوه حبيبتي انا والله. اشكرك يا استاذه نهى. ربنا يكرمك يا مليان. اشكرك يا فندم، اشكرك. العملاء فرحانين بيقولوا شهاده حق طبعا. اكيد طبعا. لا اكيد ده دول فعلا اخذوا مني حاجات فعلا يعني.
نرجع للمشاكل اللي واجهتك اللي هي المكان. بس المكان عشان كده الفترة الجاية ان شاء الله هشتغل على موضوع المكان ده عشان نحاول نتغاضى الموضوع المشاكل ده. طبعا انا كنت فاكرة العملاء صراحة يعني هم لا بالعكس والله لا لا حد عملت له اي مشكلة ورفض الاوردر ولا عادي حاجة. اللي بيرفض الاوردر باخده عادي مفيش اي مشكلة خالص والله والله. هو في حالتين بس ان هي ترفض الاوردر، لو الاوردر راح لها مش نفس الشكل اللي هي بعتها او الماتيريال، ودي الحمد لله ما حصلتش معايا، ممكن بس غلط في الاوردر لو في اوردرات كتيره، فالحمد لله حته الماتيريال دي ما جتش معايا خالص. تمام. لا العملاء كويسين جدا والله. نتكلم بقى عن اللوجو بتاع البيج بتاعك مميز. جات لك ازاي ان انت تعملي اللوجو ده؟ كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه. انا عايزينه بس يظهر على الشاشه عشان نشوفه. كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه، ودي اول حاجه معانا على الشاشه دلوقتي. كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه. تمام. وطبعا شكرا لاستاذ مصطفى طبعا اللي ساعدني جدا في الموضوع وطول باله عليا جدا. احنا قعدنا نصمم اللوجو في شهر بالظبط عشان يطلع بالطريقه اللي انا عايزاها وبطريقه الكتابه، والحمد طريقه الكتابه برضو يعني مختلفة بتشد. كنت عايزه حاجه مختلفه مش منتشره، والحمد لله استاذ مصطفى طبعا يعني عمل لي احسن حاجه والله، يعني بجد شكرا ليه. والحمد لله يعني ناس كتيره سالت عن الموضوع وقلت لهم والله استاذ مصطفى يعني لا حلو، يعني استاذ مصطفى بصراحه شغله جميل جدا، وهو اللي بيعمل لي الفاينل الاخير خالص في الديزاين. شكرا برضو ليه يعني. اكيد التصميمات بتختلف من شكل لاخر في الاسعار ولا؟ طبعا في الماتيريال طبعا وكل حاجه يعني، والاكسسوارات اللي بتتحط فيها في الاسعار على حسب التصميم بتختلف. بس بنحاول نراعي طبعا ان الموضوع ما يبقاش يعني. تمام. طيب ايه اللي يضمن للعميل اللي هيشوفه على السوشيال ميديا هو اللي هيوصل؟ دي بقى مشكلتنا كلنا. الواحد بيبقى شايف الحاجه كويسه جدا ومنبهر بيها، بس المسافه بتيجي مش هي. لا هو الحمد لله ثقه يعني. الحمد لله حاجتي كويسه يعني، بتروح للعميل هي الحمد لله يعني، واحسن يعني العميل بيشوف صوره مش بيشوف ماتيريال، فالحمد لله يعني. دي يعني بشهاده كل العملاء، لا الصوره كمان بيقولوا كمان الصوره ظالمه كمان. طب ده حلو جدا قوي. الحمد لله. احنا كمان شايفين الصور اكنك متصوراها فعلا، هي صور متصوراها الطبيعه بس بالدقه والجوده دي. اكيد بقى معاكي معايا كويس. معايا طبعا الفوتوغرافر احمد عمار طبعا معايا من اول ما بدات شغلي. يا ريت صورته برده تظهر عشان نوجه له الشكر. لا احمد عمار يعني بياخدني بصي براحه خالص يعني زي ما انت عايزه، وكمان انا اللي بصور. معانا صورته برده على الشاشه ظاهره. ايوه احمد عمار. لا هو ما شاء الله شغله حلو جدا، وبصراحه لما بكون مضغوطه هو بينجز لي في اقرب وقت. وطبعا زي ما حضرتك طبعا شايفه الصور جودتها حلوه، صور جودتها جميله جدا وروحه كويسه كمان، بيطول باله لان انا كمان متعبه في موضوع التصوير ده شويه يعني، بس الحمد لله يعني. استاذه رانيا بتشتغلي في كل المحافظات ولا هي بس في المحافظه؟ الحمد لله شغاله لا كل المحافظات اونلاين يعني. في شحن بيجي حضرتك؟ شحن طبعا معانا مندوب داخلي في المحافظه، ومعانا مندوب برضو خارجي بيوصل المنصوره، بيوصل اسكندريه، بيوصل مصر، بيوصل في كذا حته يعني. انت تعرفي اهم برضو من نجاح الشغل الاونلاين اللي هو الشحن، يعني لازم يوصل في الميعاد المظبوط يعني. في ناس بتطلب لا المواعيد بنراعي برضو المسافات. لا بنراعي المسافات والزبون برضو بيدينا وقت برضو كافي برضو نقدر نوصله له، بعيد عن الضغط يعني، بعيد عن المواسم الاوردر بيوصل في ميعاده يعني. خدمه التوصيل بتبقى بسيطه يعني، لكن من محافظه مثلا من محافظه طبعا بتبقى مش مكلفه كتير برضه، هي الاسعار واحده يعني. الاسعار عامه ثابته يعني مش هو بص، هو دلوقتي العميل ما بيبصش للاسعار، بيبص للخامه والماتيريال كويسه فخلاص يعني. بالظبط. اهم حاجه عنده التقفيل والفينش والحاجات دي. بالظبط. طيب استاذه علياء معانا مداخله. الو. الو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم. اهلا بيكم، نورتي اسرار الحياه. تسلمي. عايزه بقى يعني تشوفي بقى البيج بتاع استاذه علي، استاذه رانيا. ما شاء الله رانيا دي حبيبتي ما شاء الله قبل اي حاجه. حبيبتي قبل أي علي حاجة. يعني رانيا دي انسانه خلوقه جدا طبعا، صاحبتها تمام. ما شاء الله يعني. بصي مش لنا بس الخامات والماتيريال والفينش، ايه رايك؟ ما شاء الله. بصي انا يعني انا جبت منها كذا حاجه ما شاء الله، الخامات بتاعتها جميله جدا، التصميم نفسي بالظبط لما بشوفه
زي ما بيجي لي بالظبط، وما شاء الله عليها بتنجز، والاسعار ما شاء الله كويسه جدا الحمد لله. والحمد لله الحمد لله. يعني انت جربتي؟ طبعا جربت اكتر من كذا، يعني هقول لك ايه، حوالي 4 قطع أو 5 مش متذكره بالظبط، ما شاء الله. بس ما شاء الله بصي مش قادره اقول لك، انا بلبس ومبسوطه جدا بيهم والماتيريال، وفي حاجه انا واخده منها حاجتين كمان اهلا وسبحان الله، في حاجات لما باجي اخدها بلاقيها متباعه مش متوفره، بس هي بتوعدني ان هي تعملها لي. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا فندم اشكرك. حب العملاء بيخليهم يتصلوا عايزين يعني يتشكروا اكتر واكتر والله. نرجع تاني للبيج بتاع حضرتك، ايه الفكره اللي جات لك اللي انت تعملي بيج؟ هو في مكان معين غير البيج حضرتك؟ لا حاليا لا، بس ان شاء الله قريب باذن الله يبقى في مكان. طبعا في مكان مقر لحضرتك. طبعا في مكان صغير نعمل فيه الشغل بتاعنا ان شاء الله، وهيبقى في مكان عرض برده باذن الله ان شاء الله اكيد قريب. ان شاء الله. طب جات لك الفكره ازاي تعملي بيج وتنمي الموهبه دي؟ والله كان ايامها تقريبا كان شهر 7 اللي فات، كان كورونا ضيع الدنيا. فقلنا نبدا كده، كل الناس بتبدا اونلاين، فبداتها اونلاين يعني جت يعني المفروض اصلا كان يبقى في مشغل الاول، فاتكلمت مع كذا حد، لا طب بلاش المشغل، نبدا نعمل في ورشه ننفذ الحاجه، وبعد كده ان شاء الله نشوف لو الدنيا ظبطت نعمل مكان. فالحمد لله عملت الجروب وبدات ان انا اضيف الناس وبدانا ننزل الشغل، والحمد لله عجب الناس. ايه اول حاجه عملتيها؟ معانا استاذه هبه، انا اسفه مداخله. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذه هبه، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. معانا النهارده استاذه رانيا مراد، صاحبه فاشون رانيا مراد للمحجبات. ايوه ما شاء الله. كلمينا بقى شويه عن الشغل بتاعها، مناسب مش مناسب، الخامات والماتيريال. والله رانيا ما شاء الله شغلها حلو جدا، وذوقها حلو ومختلف، وهي كمان شخصيه راقيه ومحترمه جدا. حبيبتي يا هبه والله كتر خيرك. ربنا يبارك، ربنا يخليك يا استاذه، ربنا يخليك. من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها جدا في البيتش ريفيوهات، جالنا كميه ريفيوهات جالك يعني كتير جدا. اشكرك يا استاذه رانيا، الحاجات كويسه، يا ريت بس الكنترول يعرض لنا الريفيوهات دي. اكتر لحظه بقى الواحد بيبقى مبسوط بيها جدا جدا يعني. انا ريفيوهات موجوده على الشاشه، بسم الله ما شاء الله جميله. كلهم بيشكروا في الحاجه. كل ما ادخل على الصفحه الاقي ريفيوهات ريفيوهات ريفيوهات، اقول يا جماعه في بنعين اما يبعتوا الريفيوهات دي، بس الحمد لله بيبعتوها يعني. الحمد لله. بس ما كنتش متخيله اللي بيدلتني برده بالسن دوت يا صدر علي، يعني انا كنت جايه بقى واحده لابسه بقى نضاره خبيره كده، لقيت سن صغير وكميه الريفيوهات ديت. الحمد لله والله، دي بقى اللحظه فعلا اللي انا ببقى مبسوطه فيها، وبحس ان انا التعب يعني جه في محله الحمد لله. لما الريفيو بيجي لك، لما العميل بيتصل بيشكر في الحاجه، لما العميل بقى بيطلب من الحاجه مره واثنين وثلاثه بيتابعك يعني بيتابع. بتعرفي ان الحاجه فعلا كويسه. هو مش مغصوب ان هو يدخل ويكتب ريفيو عن الحاجه، لا طبعا لا طبعا. الحاجه دي فيها مجامله، بيبقى فرحان بالحاجه وعايز يتشكر لك بس بطريقه لطيفه. بالظبط بالظبط. فالحمد لله يعني، لا الريفيوهات بتبقى طالعه من الشخص ده نفسه، انا جبت لك حاجه اكيد لو مش عجبتك مش لا طبعا الموضوع منتهي، مش هتبعتي اساسا خلاص يعني. ممكن تشكريني بس بعد كده خلاص. لا مش هتبعتي، لان الناس بتعتمد برضو على الريفيوهات. اكيد طبعا. اي بيجي فيه ريفيوهات كويسه اقول لك لا ده الشغل كويس. اكيد طبعا. نرجع لسؤالي عشان قبل ما انساه، ايه اول حاجه عملتيها وقلتي خلاص بقى ده توفيق من عند ربنا وهكمل؟ كان ايه؟ هو الشغل اللي زبرت. يعني شغل اللي زبرت بصراحه كان عاجبني جدا، لان حليت ازمه كبيره. ان انا شخصيا يعني قبل ما البس يعني لبس المحجبات، ما كانش في تريننج او عبايه مثلا سبورت تكون شكلها شيك برضه محترمه. فقدرت اتجاوز الحته دي، حتى لما عملت تريننج برضه كان طويل الحمد لله، وكان شكل محتشم برضه فالحمد لله. لا كان لا يعني الشغل السبورت عامه هو اكتر حاجه كانت عجباني، والحمد لله اتعرفت بيها برضه يعني الحمد لله. هو في ناس كتير قوي فعلا من المحجبين بيبقى نفسهم يلبسوا لبس سريع، ينزلوا بيه يشتروا حاجه يروحوا النادي. لا ومش الفكره مش في لبس سريع برضه، الفكره ان اللبس السبورت برضه بيبقى عايز الماتيريال كويس. مش اي ميلتون ان هو يبقى كويس معاكي. اكيد خامات ما تقدريش، حتى لو الخامه خلصت من عندك عمرك ما تقدري تنفذي تاني يعني، لما تيجي الخامه كويسه برضه.
الخامات اللي انت بتشتريها او بتشرفي عليها يعني ما بتتاثرش بالغسيل او الكرمشه او الحاجات دي؟ لا دي عقده عند اي ست تحب الحاجه تلبسها. بصي والله انا بحاول بقدر المستطاع يعني بحاول بقدر المستطاع ان انا اجيب خامه كويسه وفي نفس الوقت لو الخامه اللي انا بشتغل بيها خلصت الخامه كويسه خلصت ما بقدرش انفذ حاجه قريبه منها، ما بقدرش اجازف في الموضوع، ممكن اعتذر لكن لا ما جازفش بصراحه. لا ما هو اصل اهم حاجه في الشغل الخامات والماتيريال. الحمد لله. ويبقى علشان اصلا يبقى في مصداقيه ما بينك وبين العميل، ومن ضمن الحاجات اللي هي مفرحانه بجد بالبيتج بتاعك ان انت المصداقيه عندك اهم من الناحيه الماديه، ما بتبصيش للناحيه الماديه خالص. اهم حاجه عندك ان الحاجه تطلع كويسه والعميل يبقى مرضي بيها. بالظبط كده. بخلاف بيتجات كتيره، بيتجات كبيره عندها اللي هي تعمل القطعه وتديها للعميل وخلاص على كده تاخد حقها وخلاص. لا لا لا. انت من ضمن الكلام اللي كلمته لي دلوقتي بتقولي انا لو حتى رفض هاخده عادي ما بتزعليش. لا عادي جدا. مع ان في ناس ثانيه بترفض حاجه زي كده. لا هو الحمد لله يعني الحمد لله خلال السنه دي ما قابلنيش حد رفض حاجه عشان الماتيريال، لا خالص. وبسال العملاء يعني بعدها طب حصل حاجه في الغسيل؟ لا خالص الحمد لله يعني. والريفيوهات بتبقى باينه، الناس كتيره بتبقى قلقانه من الموضوع ده. بيبقى قلقانين من الموضوع ده. لا خالص. البيجي بتاعك الحمد لله بدا عليه تفاعل، وخصوصا ان الناس كلها جربت شغلك وجربت الخامات. ايه الجديد اللي انت بتعمليه بقى الفتره الجايه؟ شغل الصيف باذن الله. الكوليشن الصيف. ايه بقى الالوان اللي نازله؟ مبهجه بقى ان شاء الله. مفاجاه باذن الله. مفاجاه، نخليها مفاجاه. لا مفاجاه ان شاء الله باذن الله. التصميمات كويسه هتناسب برضو طبعا، هتناسب طبعا كل الاذواق باذن الله. بنحاول والله يعني نرضي كل الناس يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طب ايه الحاجه اللي نفسك تحصل بتتمنيها تحصل بقى في الشغل بتاعك؟ الشغل بتاعي طبعا افتح مكان مشغل ومكان للعرض باذن الله. مشغل. طبعا. طب ايه الفرق يعني، ايه جاب الفشل للمشغل؟ ما هو المشغل ده اللي هنفذ فيه شغل. يعني مكان، يعني مكان، لان دي الحاجه المشكله اللي بتقابلني اساسا. ان انت مثلا بتروحي مشغل تاني ما بيبقاش ولما بيتغير اللي بيعمل لك الحاجه طبعا. هو طبعا يعني طبعا شكرا جدا لكل حد انا اشتغلت معاه طبعا ونفذ لي القطعه زي ما انا عايزاها بالظبط طبعا. تمام. بس ساعات بيبقى المكان مضغوط يعني بيبقى عندهم شغل وعندهم اوردرات، فانا مش بقدر اضغطهم كمان عشان برضو لو اتعملت لي حاجه في وقت ضيق مش بتبقى كويسه، مش بتبقى زي انا عايزاها. فلما يبقى حاجه خاصه بيكي ده طبعا هيوفر لك كتير جدا. اكيد طبعا هيوفر وقت وهيوفر مجهود فلوس طبعا وكل حاجه. ايوه طبعا كل حاجه، وهيبقى تحت اشرافك. بالظبط. انت هتدخلي وتشوفي وتعملي بالظبط واعمل الكميه اللي انا عايزاها، ما تبقيش يعني محكومه بعدد معين. لا هو المشغل ان شاء الله باذن الله ومكان للعرض باذن الله. طب نصيحه كده لاي حد نفسه يشتغل في المجال بتاعك يعمل ايه؟ والله مبدئيا يعني ينوي نيه كده لله ان هو يكون بيساعد حد، يعني بيساعد الناس ان هي ما تلفش كتير، ان هي تلاقي حاجه مناسبه وحاجه شكلها شيك برده وفي نفس الوقت محترمه. ويعتمد على الخامات وياخد كورس. يعني انا يمكن الحاجه اللي ناقصاني ان انا اخد كورس في التنفيذ وكده. ايوه عشان اشتغل بايدي، بس ياخد كورس كبدايه. والموضوع مش صعب، الموضوع حلو جدا وسهل جدا وجميل، والحاجه لما بتتعمل عموما بحب لا الناس بتوصل بحب، فالناس بتبقى مبسوطه بيها جدا. اكيد طبعا. احنا اتشرفنا بيكي بجد، والفقره جريت بسرعه، وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. ربنا وبصراحه يعني برنامج اسرار الحياه. ربنا يخليك يا رب. وبكده نكون خلصنا الفقره الثانيه. نتمنى من الساده المشاهدين نكون اسعدناكم الفتره دي. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من اسرار الحياه.